تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الأغفلي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-14-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا بداية لنستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، نحب أن ننوه مستمعينا الأعزاء بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم أمراض أو الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول ومن المهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. ودائما مستمعين الأعزاء، التطعيم أمان واطمئنان. كما نذكركم دائما مستمعين الأعزاء بالأهمية، أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا مثلثنا الذهبي. كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وحافظوا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأخيرا غسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض مستمعين الأعزاء فقرات برنامج هذا اليوم، ودائما عندنا أخبار صحية وعلمية التي تهم أفراد المجتمع، وأيضا أبرز المواضيع والأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة أيضا بنستعرض إلى ما يقوله خبراء التغذية عن خرافات التغذية، وأيضا بنتعرف كذلك إلى خدمات غدد الصماء بمستشفى لطيفة بدبي. واليوم بنركز عن الغدة الدرقية ومشاكل الغدة الدرقية لدى الأطفال، وموضوع آخر أيضا مهم عن أمراض الحوض عند النساء. خلنا ناخذ مستمعينا الأعزاء أول خبر في برنامجنا هذا اليوم، سيجارة واحدة في اليوم ماذا تعني صحيا؟ يعتقد عدد من الأشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة فقط في اليوم أنهم مدخنون عاديون وبعيدون كل البعد عن الإدمان، إلا أن هاي الدراسة أو الدراسة الأمريكية الحديثة وجدت العكس تماما، وقالت أن الأشخاص الذين يدخنون مرة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يكونوا مدمنين على النيكوتين ويحتاجون إلى العلاج. ودرس خبراء أمريكيون أكثر من 6700 مدخن، ووجدوا أن ثلثي أولئك الذين يدخنون 1 إلى 4 سجائر في اليوم هم أيضا كانوا مدمنين فعلا. ومع ذلك لاحظ الفريق أن حالات الإدمان الأكثر حدة لها علاقة بعدد السجائر التي يتم تدخينها يوميا. وقال أيضا مؤلف الدراسة من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، في الماضي كان الأطباء يعتبرون أن الأشخاص الذين يدخنون حوالي 10 سجائر يوميا أو أكثر هم فقط من المدمنين.
هذا خبرنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وناخذ معاكم فقرة السوشيال ميديا وآخر المستجدات والمتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور وسرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسعادة أختي أسماء. بناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي كانت في القنوات وموجودة فيها هي نصيحة كنا حاطينها بخصوص تطعيم كوفيد. نحن مستمرين في يعني حاليا في حملة تطعيم كوفيد المجانية في دبي، وتقول المعلومة: ما هو الدور الذي تقوم به اللقاحات؟ بشكل عام اللقاحات شو تسوي؟ واحد، تحفيز الجهاز المناعي دون الإصابة بالمرض وتوفير الحماية ضد المرض. يعني في التطعيمات أصلا ما في بالأول، يعني في معلومة كانت موجودة في السوشيال ميديا أن اللي يأخذ تطعيم ممكن يصاب بالمرض، هي معلومة خاطئة. صحيح. حيث أن هي تقوم فقط بتحفيز الجهاز المناعي بدون الإصابة بالمرض. أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي هي استعدادات الجميع الجهات لاحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن ضمنها هيئة الصحة بكل تأكيد موجودة في 3 مستشفيات ميدانية تغطي الحدث. أيضا الحدث راح بيكون أيضا أونلاين، كل المعلومات موجودة في موقع أو حسابات المكتب الإعلامي لحكومة دبي. استعدادات كبيرة والكل مستعد، لكن نحن نحب نقول نصيحة للجميع اللي بيحتفلون نمشي على الإجراءات والقوانين الموجودة واللي تم نشرها من خلال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن عدد الأشخاص ما يتعدى 30 شخص، وإن لازم يكون في تباعد بين شخص والثاني والالتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد وغسل اليدين. الإجازة حلوة ونبالستانس فيها، لكن أيضا نبالستانس بصحة وسعادة. نتمنى للجميع يعني عام مقبل مميز إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، مهم جدا الأخذ دائما بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. قبل لا نطلع الفاصل مستمعين الأعزاء، أيضا نحب أن نذكركم مستمعين الأعزاء بأن دبي بدأت بحملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد 19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد 19 في دبي. ودائما التطعيم مستمعينا الأعزاء أمان واطمئنان. بناخذ معاكم فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل اليوم عندنا موضوع أيضا مهم، بنتكلم عن فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان خدمات غدد الصماء، ولكن بنركز عن الغدة الدرقية عند الأطفال. ما هي الغدة الدرقية ومن هم الفئات العمرية اللي ممكن ينصابون بمشاكل الغدة الدرقية؟ وأيضا بنتكلم عن العلاج وعن الأعراض أيضا، وبتكون معنا إن شاء الله الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي استشاري غدد الصماء والسكري الأطفال. فاللي عنده أطفال أو حتى كبار عندهم مشكلة في الغدة الدرقية بإمكانهم أن يتواصلون معنا على الرقم رقم البرنامج 600551414، وعلى الأرقام للرسائل النصية 4006. مستمعينا الأعزاء خلكم ويانا، بس بناخذ فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ومستمعينا الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان خدمات غدد السكري أو غدد عفوا الصماء، واليوم تحت عنوان قصور الغدة الدرقية الخلقي. بتكون معنا للحديث عن هذا الموضوع الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشاري غدد صماء والسكري للأطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ليلى، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور، السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك دكتورة، بالعكس العفو، ونحن شاكرينكم الحقيقة على الخدمات المميزة اللي تقدمونها طبعا في مستشفى لطيفة بشكل عام، ولكن أيضا دكتورة أنتم كفريق عمل ومعنيين بالنسبة للأطفال، فئة الأطفال أهمية كبيرة جدا وخدمات مميزة الحقيقة. اليوم دكتورة حديثنا معك عن خدمات غدد الصماء وعن قصور الغدة الدرقية، لو تعطينا فكرة دكتورة تعريف الغدة الدرقية. نعم، الغدة الدرقية هي يسمونها غدة الفراشة لأن شكلها على شكل فراشة، الناس تعرفها بهاي الطريقة، موجودة في منطقة الرقبة. وهذا القصور عند حديثي الولادة يختلف عن القصور اللي في الكبار، فبغيت أنبه لهالشيء. هذا القصور خلقي عند حديثي الولادة، نعم، نظرا لنقص في إنتاج الهرمون الدرقي. صحيح دكتورة، طبعا أكيد يعني في مستشفى لطيفة أو القسم اللي تمت فيه تقديم الخدمات هاي للأطفال، ومثل ما تفضلتي اللي يكون عندهم يعني مثلا تقصير في أو قصور في الغدة الدرقية، ما هي الأعراض إذا كانت هناك أعراض على الأطفال إذا كان عندهم مشكلة في يعني قصور الغدة الدرقية؟ نعم، جزء وايد مهم، شكرا على السؤال. عفوا دكتور. الدراسات أثبتت أن 95% من الأطفال عند الولادة ما تطلع عليهم الأعراض، فلهذا السبب عندنا برنامج موجود في مستشفى لطيفة، موجود عالميا، اللي هو الفحص المسحي للهرمونات عن طريق كعب الرجل للطفل. فيها عدة أمراض وراثية أنها تختبر، ومن ضمنها قصور الغدة الدرقية. وهذا الفحص موجود عندنا في مستشفى لطيفة وفي كل المستشفيات اللي فيها ولادات. ومتى دكتورة يتم هذا الفحص؟ هذا الفحص يتم من عقب الولادة ب 48 ساعة، موحد عندنا في دولة الإمارات الحمد لله، يتونه لجميع المواليد بطريقة تكون أخذ قطرة من دم الطفل على ورق نشاف خاص، وهذه القطرة يتم فيها معايرة نسبة الهرمونات الدرقية. صحيح طبعا أكيد دكتورة، هذا الفحص يحتاج إلى يعني كون أنه فحص مهم ويتم عمله يعني للطفل في وقت أيضا مهم، أكيد يحتاج إلى متابعة، فكيف يكون متابعة نتائج هاي المسحة دكتورة؟ نعم، المتابعة تتم بأن عندنا فريق خاص يتابع هاي المسحات في قسم حديثي الولادة، وعندنا فريق خاص ثاني من المختبر يراجعون ويتابعون ويتصلون، يعني هاي اليوم يوم ياخذون المسحة هذه لازم في الطلب يكون رقم تلفون الأهل، ضروري جدا، لأن في وايد عندنا أطفال انولدوا في مستشفيات ثانية وبعدين ما حاول يعني ما قدروا يتواصلون وياهم أو سافروا أو يعني وهذا التشخيص جدا مهم، ان تتم المعايرة فيه، وان يبلغون الاهل بالنتيجة او الاهل يكونون حريصين على معرفة نتيجة هذه المسحة.
وتنكتب في كتيب الطفل بالضبط، الكتيب اللي ينعطى الطفل عقب الولادة. صحيح. دكتورة، أنت ذكرتي أنه يعني يمكن أكثر من 95% يعني صعوبة يعني معرفة الأعراض، فهناك أكيد برنامج دكتورة مستمر من قبلكم أنتوا أثناء مراجعة الطفل للعيادة، فلو تحدثينا شوية كيف يتم يعني متابعة هاي الحالة الطفل في وقت يعني حضوره للمستشفى لمعرفة إذا كان هناك بعض الأعراض لأخذ الوقاية أو العلاج في الوقت المناسب أيضا. نعم، الوقت المناسب جدا مهم مثل ما تفضلت. ان الاعراض المبكره اللي تطلع ان الام تلاحظ ان الطفل يميل الى الخمول او يميل الى النوم الدائم، انخفاض في درجات حراره الجسم، هاي الاعراض المبكره اللي تطلع، او الاطفال اللي عندهم يرقان في الجلد، الاصفرار في الجلد اللي ما يروح، اللي يكون غير طبيعي، فيبتدي الدكتور يشك ان في شيء ويفحص الغده الدرقيه، لان اهم شيء في التشخيص هو التشخيص المبكر والعلاج المبكر خلال الاسابيع الاولى. ان الدراسات عندنا دراسات بعد اثبتت، هذه دراسات عالميه، ان اذا تم العلاج من عمر مبكر قبل ما يوصل الطفل لثلاث شهور يكون نسبة الذكاء اللي هو اختبار الذكاء الاي كيو تيست ممكن انه يوصل لنسبة 85 إلى 90%. واذا العلاج اتأخر لثلاث الى ست شهور ينزل الاي كيو اللي هو معدل ذكاء الطفل الى 70%. وعندنا بعد دراسات أثبتت أن العلاج إذا تأخر لعقب الست شهور الآي كيو نسبة الذكاء تنزل ل50%، وهذا يعني ممكن نتفاداه بالعلاج والتشخيص المبكر. دكتورة، يعني أنت تقصدين إذا التأخير في العلاج هل يعني بسبب عدم ظهور الأعراض، أو يعني قد تكون أسباب ثانية، يعني مثلا يمكن الأم ما لاحظت الأعراض أو ما كانت أعراض على الطفل، هل ممكن يعني ما تظهر أعراض ولهذا السبب يكون تأخير في العلاج؟ لا، الأعراض تظهر على تقريبا ثلاث شهور تبتدي الأعراض تظهر إذا 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 ما كانوا يعرفون الأهل إن عندهم قصور في الغدة الدرقية. ولكن متى تدهور الحالة ويوصل لمرحلة إن التطور الذهني يتراجع، إذا الأهل ما انتبهوا بضرورة العلاج أو الالتزام بالعلاج، لهذا السبب إحنا نحب ننبه إن هذه يعني مو بشيء بسيط، لأنه يأثر على التطور الذهني، عشان ما نوصل لمرحلة إن ما نقدر نتلاحق التطور الذهني والنمو والذكاء للطفل. صحيح. جدا مهم، هذه يعني أهم أسباب العلاج المبكر اللي هو التطور الذهني وتطور الطفل. صحيح. دكتورة، أنت ذكرتي عن أو تكلمنا معك طبعا عن تعريف الغدة الدرقية وأعراض إذا كانت هناك أعراض وفي مرحلة اللي تطلع فيها الأعراض، وأيضا عن التشخيص. دكتورة، لو نتكلم معك عن العلاج، كيف يتم علاج هاي الأطفال وفي هذا العمر المبكر؟ نعم، العلاج هو عبارة عن جرعة يومية من هرمون الغدة الدرقية، تعويض عن الهرمون اللي ناقص عند الطفل. هو متوفر بشكل حبة أو حبة صغيرة، وفي متوفر بشكل قطرات، يعني في النوعين متوفرين، وأهم شيء الالتزام. نعم، وهو ينعطى بشكل جرعة يومية للطفل، بس يكون على معدة فاضية. طبعا هاي تعليمات احنا نوضحها للأهل يوميا عندنا في العيادة التخصصية. صحيح. دكتورة، أنت ذكرتي الحقيقة يعني موضوع مهم ونقاط أيضا مهمة، ودائما يعني تركزون على المتابعة، متابعة الطفل ومتابعة العلاج.
أكيد دكتورة، يعني في هاي المرحلة من العمر الطفل، يعني في بداية عمره أو في الشهور الأولى ويكون عنده هاي المشكلة في الغدة الدرقية، أكيد دور الأهل وبالأخص الأم دور يعني كبير وحيوي لمتابعة الحالة. فشو تنصحين دكتورة الأم في هاي المرحلة وبالأخص في الشهور الأولى لمتابعة الحالة، سواء يعني متابعة مع المستشفى ومع الفريق الطبي، وأيضا متابعة من المنزل على أساس أنه ما تكون مستقبلا مثل ما ذكرتي أنه تكون ممكن أعراض وممكن يتأثر فيها الطفل أكثر؟ نعم، دائما ننصح الأهل أن مثل ما يقولون يطولون بالهم، لأن الغدد والهرمونات جدا وظائفها دقيقة، والعلاج يكون بالمايكروغرام، يعني جدا حساس بجرعات جدا دقيقة. فالفحوصات تتم بشكل أسبوعي في البداية، يعني ممكن كل أسبوعين إلى 4 أسابيع على الحد الماكسيمم أن نسوي فحص مخبري عن طريق الدم. فالأهل مرات يضايقون ليش لازم نسوي فحص دم كل أسبوعين أو 4 أسابيع في البداية. فالحب ننبه أن بسبب دقة الأدوية هاي بالمايكروغرام لازم الجرعة تكون مناسبة للطفل، والفحوصات هذه لازم خلال السنة الأولى تتم كل 4 أسابيع. نعم. من السنة الأولى هي، وبعدين ممكن تكون كل 3 شهور، لأن خلاص الجسم يبتدي يتعود والوزن يكون يعني مو أكثر متوقع إن كيف يتعامل الجسم مع الهرمونات. نعم. صحيح. طبعا دكتورة مثل ما ذكرتي بأن يعني مفروض أن الأسرة أو الأم تكون متعاونة مع الفريق الطبي من جانب يعني المتابعة والعلاج، وبعدين هذا في نهاية يعني مصلحة الطفل ومصلحة الأم ومصلحة الجميع بأن الطفل ياخذ علاجه المتكامل وياخذ العلاج في الوقت اللي هو يحتاجه، لأنه أكيد دكتورة هناك دراسات بخصوص موضوع الجرعات وأيضا بخصوص موضوع الفترة يعني اللي ياخذها العلاج من مرحلة إلى مرحلة. في النهاية مثل ما ذكرتي نحن أيضا نشجع الأم بأن يعني يتعاونون معاكم في مرحلة العلاج المهمة للطفل وبالأخص يعني خلال الشهور الأولى. نعم، احنا الحمد لله بالمستشفى لطيفة عندنا نظام طلب الفحوصات بدون ما نطلب ان الاهل يجون، فنوصيهم ان يروحون المختبر، وبعدين عندنا نظام المتابعة، فاتحين عيادة الفيديو كول الموجود على ابليكيشن هيئة الصحة DHA، ونقدر نتابعهم يعني أساس هاي الظروف الحالية ما نعرض الطفل إن صحيح الحضور للمستشفى بشكل مستمر. فإحنا ممكن نطلب لهم الفحص كل 4 أسابيع، وبعدين نطلب وياهم فيديو موعد عن طريق الفيديو. طبعا دكتورة نحن أكيد يعني ودائما نعرف أنكم تسعون بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات الحقيقة وأسهل الخدمات واستخدام يعني جميع الوسائل التواصل والأنظمة الذكية في يعني علاج هاي الفئة من الأطفال اللي عندهم مشاكل مثل ما ذكرتي دكتورة الغدة الدرقية. شاكرين لك الحقيقة دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشاري غدة صماء والسكري للأطفال في مستشفى لطيفة، على خدماتكم الحقيقة أنت دكتورة وفريق عملك المبدع، وبالأخص لهاي الفئة المهمة الأطفال. شكرا لك دكتورة. معنا دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، وتحدثنا معها عن خدمات غدد الصماء والغدة الدرقية. نحتاج فاصل، بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل مستمعين الأعزاء فقرة التغذية اليوم تحت عنوان خرافات التغذية، بنسمع من الأستاذة فاطمة فريد أخصائية تغذية علاجية في هيئة الصحة بدبي ما هي خرافات التغذية بعد الفاصل. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب دائما مستمعينا الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان خرافات التغذية مع الأستاذة فاطمة فريد، أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة فاطمة صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. والله اليوم العنوان يعني غريب، وأكيد يعني في خرافات كثيرة خلال الفترة هاي عن التغذية، ونحن دائما نسمع الحقيقة بكثير من الخرافات، وبالأخص اللي يأخذ يعني برنامج سواء يعني ينزل وزنه أو يبي يزيد وزنه، وفي اعتقادات كثيرة وخاطئة. فأكيد اليوم بنسمع منك أستاذة فاطمة عن هذا الموضوع. صح، في البداية بس حبيت أتكلم عن خرافات التغذية من ناحية المعلومات اللي نحن نسمعها أو نحن نتبعها، يعني ناخذها ونطبقها، نتأكد من مصادرها، نتأكد مصادر هاي المعلومات، ما ناخذ معلومات مثلا من منتديات أو من مواقع تواصل الاجتماعي بدون ما نتأكد منو مصدر هالمعلومات. صحيح. على الأقل دائما لما نحاول نقرأ عن معلومات تخص الصحة أو تخص التغذية بشكل أخص، نتأكد من هالمواقع تكون معتمدة، يا أما تكون هيئات معروفة عالمية أو هيئات حكومية، يعني المواقع تكون نتأكد مثلا تكون نهايتها .org.gov، يعني على الأقل نطمن من هالمعلومات تكون فيها عليها رقابة، مش من منتديات أو من مواقع ما لها أي رقابة على صحة هالمعلومات. وبعد ممكن نحن نتأكد من ناحية المؤلفين اللي كاتبين، إذا كنا نقرأ من مجلة أو كنا نقرأ من الإنترنت، من مواقع عادية، نحاول نبحث عن منو مصدر هالمعلومة عشان نتأكد أن هالمعلومات عليها دراسات، عليها بحوث تثبت أنها صحيحة لحد ما، يعني صحيح. فالحين أبغى أتكلم عن الخرافات التغذية اللي نسمعها أو المبتدعة الجديدة اللي نسمعها والناس تتبعها. منها مثلا الطعام الصحي، في ناس تقول أن الطعام الصحي قد يكلف كثيرا، يعني دائما نسمعها الناس، وهاي هاي يعني هالكلام مش صحيح. الطعام الصحي صح ممكن يكلف، لكن ممكن نحن دائما نتبع نظام صحي ونظام متوازن عن طريق الأكلات اللي يعني أسعارها بعد تكون من ضمن البجت أو تكون يعني معقولة. منها مثلا البقوليات عادة أسعارها معقولة، بعض الأطعمة المعلبة مثل التونة لما تكون بالماء مش بالزيت ممكن تكون صحية. ممكن بعد الخضروات المعلبة إذا كانت الطازجة مكلفة لبعض الأشخاص، ممكن إذا كانت معلبة بقليل من الملح، في أنواع أنه ممكن نحن دائما نحاول نختار اختيارات صحية ونفس الوقت ما تكون مكلفة كثيرا، إذا كان مرات الأكل الفريش أو الطازج يكون مكلف لبعض الأشخاص. صحيح. وحدنا خرافة ثانية مثلا أو معلومة غلط، منها تخطي الوجبات، أو أن نحن مثال أن بنتغدى بس ما بنتعشى، أو بنتعشى ما بنتريق، أو بناكل وجبة واحدة في اليوم. هالشيء مش صحيح. الأشخاص معظم الناس اللي يتخطون الوجبات بالعكس يأكلون في الوجبة الوحيدة هاي أو الوجبة اللي بيأكلونها كميات سعرات حرارية أكثر، يعوضون كل احتياجاتهم في هذه الوجبة، فبالتالي ثلاث وجبات بالضبط. صحيح. فيتناولون أكثر عن احتياجاتهم، وهالشيء نحاول دائما ننصح الناس أكلوا وجباتكم باعتدال، قسموهم خلال اليوم. صحيح العشاء دائما يفضل أنه يكون من وقت، العشاء يفضل أنه يكون أخف، بس مو معناته أنه يعني نتخطى الوجبة بشكل تام. بعد نقدر في معلومة ثانية هي عن النظام الغذائي الجلوتين فري أو الخالي من الجلوتين. الجلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير وغيره، لكن مش كل الأشخاص لازم يتبعونه عشان نظامهم الغذائي يكون صحي. في حالات معينة عندهم حساسية من هذا الجلوتين، عندهم مشاكل هضم في الأمعاء، يعني ممكن
تستدعي ان نتبع هذا النظام الغذائي، بس مش معناته كل اي يعني اذا ابى اكون صحي لازم اتبع النظام الغذائي الخالي من الجلوتين. صحيح. تمام؟ اوكي. وبعد نقطة أخيرة هي عن النظام الغذائي النباتي. وايد نشوف هالشيء انشهر في الفترة الأخيرة. صح إن في دراسات تقول إن النظام الغذائي النباتي ترى يمكن الأشخاص اللي يتبعونه أوزانهم أو كتلة الجسم عندهم أقل عن غيرهم، يمكن نسبة الكوليسترول عندهم أقل عن غيرهم، بس مو بشرط إن كل الناس اللي يتبعون النظام الغذائي النباتي هم صحيين أكثر، لأن نشوف نحنا كثير من الأشخاص اللي على نظام غذائي نباتي قد يتناول ممكن يقلون الأكل وايد، صح إنهم ما يأكلون لحوم أو أي منتجات من المنتجات الحيوانية، لكن ممكن إنهم يأكلون نشويات بكثرة. صحيح. يكثرون من الخبز أو العيش أو غيره، ممكن يشربون عصائر بكميات كبيرة، هي فيجيتيريان بس يعني مش معناته صحية، ممكن إنه يتناولون الأكل بكميات كبيرة من الزيت. فمو كل الأشخاص اللي يتبعون نظام النباتي يعني صحي، ممكن الواحد يأكل نظام غذائي متوازن في لحوم وبروتينات ونفس الوقت يكون صحي. صحيح. الأستاذة فاطمة الحقيقة نورتينا في أمور كثيرة، وأتمنى إن شاء الله أن تخف الخرافات في موضوع التغذية، والناس دائما تأخذ يعني المعلومة مثل ما ذكرتي من الجهات الرسمية وأيضا من يعني الجهات اللي يعني هي ثقة في موضوع المعلومات. الأستاذة فاطمة فريد أخصائية تغذية علاجية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، من بعد خرافات التغذية واللي عرفنا فيه من الأستاذة فاطمة فريد بننتقل وياكم إلى فقرة صحة المرأة، واليوم تحت عنوان أمراض الحوض عند النساء. اليوم معانا للحديث عن هذا الموضوع معانا الدكتورة ليلى يحيى الحبيشي، أخصائي أول أمراض نساء بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ليلى صبحت الله بالخير والنور والعافية. يا هلا ومرحبا فيكم، صباحكم الله بالنور، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام دكتورة. نحن طبعا سعيدين بوجودك معانا اليوم دكتورة ليلى، والحقيقة دائما يعني تتحفونا بالخدمات المميزة اللي تقدمونها دائما في مستشفى لطيفة بدبي، المستشفى المتخصص لأمراض النساء والولادة. اليوم دكتورة بنتكلم عن أمراض الحوض عند النساء، لو نعرف ما هو أمراض الحوض عند النساء وما أيضا هو الأنواع اللي موجودة. أولا شكرا جزيلا على هالاستضافة، وأنا يشرفني وجودي معاكم اليوم. الله يسلمك دكتورة. الله يسلمكم. بالنسبة أمراض الحوض صراحة هذه من المواضيع اللي جدا مهمة وتهم كل النساء، وخلنا نقول على أنها تهم كل النساء على كل الفئات العمرية. فإذا قلنا شو هو أمراض الحوض عند النساء، فهو نقدر نقول أي ألم ممكن أنه يظهر عند المرأة في المنطقة ما بين أسفل السرة وما بين الوركين، هاي هي منطقة الحوض عند المرأة. طيب شو هي الأنواع اللي ممكن أنها تكون؟ أنا عندي مثلا آلام ممكن أنها تكون موجودة في هالمنطقة، قد تكون هذه الآلام بسبب عضو موجود في هذه المنطقة، أو ممكن أنه يكون عرض لمرض موجود في عضو آخر سبب الألم في هذه المنطقة. ويكون هني بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الألم بسبب عرض آخر، معالجة العرض الآخر أو العضو الآخر بالتالي يؤدي لعلاج العرض في هذه المنطقة. أما إذا كان الألم في العضو نفسه فبالتالي نفس الحكاية، إذا كنا عالجنا العضو هذا فراح تختفي الآلام مجرد علاجه. يكون هناك حالات ما في لها سبب، ممكن راح نقول لأننا استثنينا إذا كان في عندنا عضو آخر في ألم أو لا، وفي هالحالات راح نبحث على أن هل هذا الألم مسبب إعاقة مثلا للحياة اليومية نقول مثلا للمريضة، أو أنه بس إزعاج يسبب ألم. إذا كان واحد منهم فبالتالي نحن راح نبحث عن الأسباب اللي راح تسبب تخفيف الألم، وبالتالي تعمل على تحسين جودة ونوعية الحياة عند هالحرمة. صحيح. هذا بالنسبة للأنواع والتعريف. نعم. هو دكتورة تعرفين بسبب يعني وجود يعني مثلا الحوض وأسفل الظهر والعمود الفقري، يعني كل الأمور هاي في مكان واحد، فمرات يعني يمكن يكون صعب
تحديد الألم هذا، هل هو ألم العمود الفقري ولا ألم أسفل الظهر ولا ألم الحوض؟ فلو تحدثينا دكتورة الأعراض، يعني كيف تكون الأعراض بحيث أن الوحدة تتأكد أن هذا نعم أنا عندي مشكلة في الحوض ولازم ألجأ للمستشفى أو للطبيب للعلاج. نعم صحيح، هي تختلط، خلنا نقول نقدر نقول على أن الأعراض والألم والشكوى تختلط عند المريضة، هي صحيح. ما راح تعرف ألم الحوض هذا من وين جايني. فخلينا أول شيء بس ناخذ صورة بس سريعة أن منطقة الحوض هي تتكون عندنا اللي هي نعم مثل ما حضرتك تفضلت، منطقة اللي هي العظام وفيها منطقة المفاصل ومنطقة العجز، هذه يعني نقول اللي تحيط هذه المنطقة، عندنا اللي هي المثانة، عندنا الرحم مع الأنابيب مع المبايض، عندنا بالإضافة بعد إلى هذه جزء من الأمعاء اللي راح تكون موجودة بالمنطقة الخلفية بالحوض واللي هو المهبل. فهذه هي تكون منطقة الحوض بشكل كامل مع وجود العضلات اللي موجودة وبوجود الأربطة والمفاصل اللي محاطة في هالمكان. فإذا إحنا رحنا ناخذ على الأعراض اللي تكون عند المريضة لما تكون مصابة بأي مرض في هالمنطقة، أول شغلة اللي راح تزعج المريضة هو الألم، وهذا الألم ممكن على أنه يكون يتفاوت شدته، ممكن يكون هذا الألم والله أنا مجرد ما أنا أرتاح يروح عندي. صحيح. الألم يكون عندي بسيط، ممكن يكون عندي شديد لدرجة على أني أنا دكتورة أنا ما أقدر أني أنا أروح الشغل، ما أقدر أروح المدرسة، ما أقدر أكمل هذا، يعني حتى الرقاد أنا ما أقدر أني أنا أركض، هذا بسبب الألم. ويكون نوعه والله أنا عندي مستمر، أو الثانية تقول مثلا لا أنا عندي هذا الألم أنا لاحظت عليه أنه ييني مثلا بالشهر مرة، ييني كل أسبوعين، ييني كل 6 شهور، ييني لا كل 4 شهور، ييني لما آكل شغلة معينة، لما أسوي نشاط معين، لما أسوي فيكون له علاقة بشيء أو نشاط معين. العرض الثاني أو الإحساس اللي هي عند المريضة تقول والله أنا أحس على أنه عندي سجل في المنطقة، أنا أحس في سجل، في عندي كأن في وزن موجود هناك، أو الإحساس اللي دائما تقوله أحس كأني بربي بسبب الضغط والها. النوع الثالث أو العرض الثالث اللي يكون ألم أثناء الجماع، وهني نقدر إحنا نتكلم إنه يعني في فروقات بنوع الألم اللي راح يكون. صحيح. ألم أثناء عزل السامعين سواء التبول أو التبرز، كل واحد له علاقة بشيء بالعضو اللي هو يسبب الألم. مثلا احنا لما تكلمنا ان عندنا بالحوض، عشان شيء انا ذكرت اول شيء ان قد تكون الصورة قدامنا، عندنا المثانة، عندنا الرحم، عندنا المستقيم، فبالتالي العرض بهذير له راح يكون له علاقة بالألم اللي متواجد في هالمنطقة. نعم. عندنا ألم والله انا لما اقعد فترات طويلة عندي ألم، يعني معناته ان حتى الراحة صار لها عرض وصار لها سبب انها تشتكي منه. فهذا بالنسبة للأعراض اللي ممكن تظهر عند المريضة أول ما أن تكون عندها مشكلة في الحوض. نعم. وأيضا دكتورة ليلى ذكرتي أنت أن ممكن يعني أي شخص يصاب، يعني فئات النساء ما في مثلا عمر معين، أنا كنت أتوقع أنه لأن له علاقة بالعظم فاحتمال يكون يعني اللي متقدمين في السن يصابون. فإذا كان يعني للكل دكتورة، ما هي الأسباب اللي تؤدي للمرض يعني مرض الحوض عند النساء بالأخص؟ الأسباب عندنا أسباب عديدة، لكن خلنا نقول ونعطيها بصورة جدا مبسطة إن عشان تكون حتى الصورة واضحة لعزيزاتنا المستمعات الآن اللي موجودين معانا. نعم. عندنا أسباب تعتبر حادة وأسباب تعتبر مزمنة. شو قصدي بالأسباب الحادة؟ أسباب الآن صارت فورية، أشياء أو أعراض أو أسباب صارت لي الآن تضطرني أني أنا أشيل بعمري، أطلع من الشغل، أطلع من البيت، أترك بيتي، أترك عيالي، أترك شغلي، المهمات اللي موجودة وأتطرق وأروح فيها للمستشفى سواء في الليل الصبح في أي وقت. فهذه أشياء معناتها أنها فورية، ما سبق أني أنا حسيت فيها قبل. طيب هذه إحنا راح نبدأ أول شيء بالأشياء اللي هي خلنا نقول الحادة اللي إحنا نسميها الأكيوت، وفي عندنا النوع الثاني اللي اسمه الكرونيك اللي هو مزمن موجود متعايش معاهم على مدى بعيد. صحيح. طيب شو هي الأشياء اللي هي الآن اضطرت أني أنا أتوجه أو أدور على دكتورة الآن أو أتوجه على الطوارئ؟ رقم واحد، وهذه من الحالات اللي دائما تأخذ بعين الاعتبار بأول عرض أو المريضة تيجي تشتكي فيه للطوارئ، واللي هو الحمل خارج الرحم.
الحمل خارج الرحم اللي هو معناته المفروض بالوضع الطبيعي للمرأة أن الحمل والجنين يتم انغراسه في بطانة الرحم في داخل تجويف الرحم. لما يكون انغراسه في أي منطقة خارجية غير تجويف الرحم معناته يعتبر خارج الرحم، سواء كان بالأنبوب سواء كان بالمبيض سواء كان في أي عضو آخر، هذا معناته يعتبر أنه خارج الرحم ويكون معاه ألم أو وقد يكون في معاه دم. وهي من الحالات اللي تكون الحالات الطارئة اللي أحيانا على حسب الحالة ودرجتها والتقييم الطبي أو السريري تعتمد هل ممكن أن علاجها جراحيا فوري أو ممكن أن على حسب الحالة ممكن تتعالج مثلا عن طريق إبر تأخذها. نعم. النوع الثاني أو السبب الثاني واللي هو هم بعد إحنا ما زلنا في المنطقة التناسلية اللي هي أعراض الدورة الشهرية والتبويض. واحدة تقول على أنها كل ما تيني الدورة الشهرية أنا عندي آلام شديدة، معروف في الدوام أني أنا يوم أغيب أن عارفين أنه أن جت هالدورة من شدة الألم. أو التبويض عارفة أن أنا عفوا يعني في بعض من الدورة كانت لي من أسبوعين والآن عندي آلام شديدة عارفين أن هي التبويض. هذه من الحالات اللي تصير لفترة معينة وتنتهي بعدها. من الأسباب هم بعد اللي نحن نعتبرها اللي جدا مهمة للمرأة وتتاخذ بعين الاعتبار واللي بعد ممكن يكون تدخلها جراحية اللي هو التواء المبيض. والتواء المبيض يسبب أن التروية الدموية اللي تروح للمبيض تقل وتنقطع تماما، وبالتالي تسبب دمار للمبيض وتضطر نضطر جراحيا نحن إذا وصلنا لمرحلة أن الانقطاع تم في انقطاع الدم وتغذية المبيض لفترة طويلة نضطر أن نشيله. ومثل ما نحن عارفين أن المبيض هو مصنع الهرمونات للمرأة، فجدا حريصين على وجود المبايض للمرأة خصوصا لما تكون في عمر مبكر. بالنسبة لها يكون في الأسباب اللي موجودة معانا لما يكون عندي التواء بالمبيض طبعا يكون ألام شديدة، يكون ألام أسفل الظهر أو حتى أنها ممكن تكون للفخذ، يصاحبها مع هذه الألام غثيان وقي. شريريا عند الفحص نكتشف على أنه لا بالفعل فيه، والأشعة بالفحص بغير يأكد أن الموضوع. بالتالي خلنا نتكلم مثلا لو خليناه في صورة مثلا خاصة في لطيفة نضطر في ذاك الوقت نسوي اللي هو المنظار ونكتشف بالفعل فيها التواء. هل هذا الالتواء مجال على أن نفك الالتواء ونعطي فرصة للمبيض أن التروية الدموية ترجع ونحافظ عليه؟ سوينا. إذا شفنا أن تم دمار لهذا المبيض بالتالي نضطر أن نشيله جراحيا. صحيح. هذا بالنسبة للجهاز التناسلي، وفي الحالات هذه كلها نعتبرها مثلا للفئة اللي هي خلنا نقول الشابة. نعم. الفئة الحرية اللي هي الشابة. إني عندنا عرض ثاني بعد يعتبر من الحالات اللي هي تكون حادة أو مستعجلة اللي هي يعني تهتم بالجهاز البولي. صحيح. أو المسالك البولية. دكتورة ليلى اعذرينا لأن انتهى الوقت للأسف، وإن شاء الله يعني بناخذ إن شاء الله حلقة ثانية معك مستقبلا وبنكمل إن شاء الله حديثنا في هذا الموضوع. دكتورة ليلى يحيى الحبيشي أخصائي أول أمراض النساء في مستشفى لطيفة، كل الشكر والتقدير لك. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أنها قدمنا لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة. وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل الإعداد في هيئة الصحة بدبي في التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وشكرا مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.